خطفوني المستوطنين من منطقة حوميش، صلبوني على مقدمة السيارة بجنازير، علقوني على الشجرة وإجري ما طبينش بالأرض، وأشعلوا بجري النار واستعملوا بجري أدوات حادة، رشوني بالفلفل واستعملوا صواعق الكهرباء. هسه بكيت أنا وأصدقائي، روحنا نشتري أغراض نقعد بالميادين فوق، يعني قعدنا حوالي 20 دقيقة موعين اللي بيصيح علينا باللغة العبرية. أصحابي هربوا لتحت، أول ما نزلت لسيارة ضربتني، بتطلع لأنهم هذول المستوطنين اللي ضربوني، وكانوا مسكوني ربطوني على مقدمة السيارة. كان رجع لما طلع في على المستوطنة بكى يعني مسرق، أول ما من عبرك دغري انقلبت مقدمة السيارة من قدام. أجوا ربطوني بلا هاي بلاستيك بداي من ورا خلف ظهري، وحطوا بلوزة عيني، علقوني على الشجرة، شبحوني شبح بدي من فوق بالغصان ربطوهن، وعلقوني من جري، ربطوني منيح يعني، ونزلوا. أجا واحد حامل كشاط وأنا قتلني يعني هون معلمات يعني. بعدين لما نزلوني 4 مستوطنين يضربوا في شلاليط، يدعسوا علي، بسكوا علي، شتموني. أنا قلت خلص أنا متت، وصيح وعيط وفلتوني إن شاء الله، وهم مش راضين، بتضحوش وبيبسكوا وبيشتموني. خلاص حسايات، لما أنا جيت بدي أستلمه منهم، يعني عن جد إنه الولد مست وبكى. الولد يعني أنا قلت عنه رايح، دعسات على ركبته وعلى ظهره وعلى إيديه، يعني مبين، بس محل إجريهم هم يدعسوا عليه مبين، إجريه الثنتين من تحت مش قادر أوقف عليهن، الدم اللي بكى ينزل من كاعجره من تحت، يعني هم مش حتى الجيش ند ما يشوفوا الدم بينزل من مساعده إشي ولا إشي. أنا حملته بكى شبه مسته. لما أجي خالي حملني أنا بكيت، أعرف مش خالي، بكيت من خايف يعني، فتش مستوطن اللي حاملنا، خايف لما ودانا الإسعاف، بكيت منهك يعني، مش شايف يعني، كل حوالي شايفهم مستوطنين من الخوف.